لان احنا ضد قطع العلاقات مع قطر بالاخص بهذا الوضع هاي الازمه هلا اللي مارقه فيها المنطقه العربيه. أنا برأيي الشخصي ضد قطع العلاقات مع قطر والسعودية، بلدهم تقطع العلاقات اقطعوها مع دول الغرب. قطر والسعودية هي منبع الإرهاب، وإن شاء الله فخار يكسر بعضه، اللهم اجعل كيدهم في نحره. بالنسبة لقطع العلاقات الإيرانية القطرية السعودية ودول الخليج يعني، هذا بيأثر على قطر كثير، لأنه صارت تتخسر بالنسبة للمواد الغذائية، بالنسبة لحركة الطيران، بالنسبة لأي حركة صارت، لأنه قطر هي بتعد مثل الشريان للسعودية وللإمارات ولل... بالنسبة لقطع العلاقات السعودية والإمارات والبحرين دول الخليج مع قطر، يعني فعلاً هاي شغلة مهزلة، شغلة سخيفة. يعني كيف تقطعوا علاقات دولة قطر لأن هي متعاملة مع إيران، وأنتوا بالأساس ما قطعتوا علاقاتكم مع إيران، وكلياتنا بنعرف إنه استثمارات السعودية والإمارات هي أكبر استثمارات مع إيران، وقطر تجي آخر مرتبة بدول الخليج باستثماراتها مع إيران. فأول شيء قطعوا علاقاتكم أنتوا مع العدو الأول هو إيران، بعدين تحججوا قطر بتأثر على الثورة السورية. هي بالأساس الدول الخليج ما فادت الثورة السورية حتى تأثر على الثورة السورية. نحن العرب لازم نتكاتف بدل ما تقطع نقطع علاقات الدول ببعضها. لازم العرب يشيروا يد وحدي، حاج بقى الغرب كله يلعب فينا، حاج لهون وبس. عن جد عيب 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 بشار فضيل عيب.